من زمان وإحنا واخدين عهد على نفسنا إن إحنا نسهل لك حياتك، ودي مش أول خدمة بنعملها لك، ده هدف لازم نحققه وواجبنا نعمل كل حاجة عشان نوصله. علشان كده عملنا لك خدمة دفع مخالفات عربيتك من أي مكتب بريد اللي موجود في كل حتة في مصر. كل اللي محتاج تعمله إنك تروح أي مكتب بريد تدي المندوب البطاقة والرخصة يكشف على المخالفات. لو مفيش مخالفات هتدفع رسوم شهادة براءة الذمة ويديك الشهادة وانت واقف تكمل إجراءاتك بسهولة في المرور. أو ممكن تعمل تظلم على أي مخالفة وهيجيلك رسالة على تليفونك بقبول التظلم، وبعد كده تقدر ترجع مكتب البريد تخلص ورقك بكل سهولة. مكتب البريد المصري، مهمتنا نسهل لك حياتك.